حياكم الله مشاهدينا. بعض الناس يعاني من عادة السهر والاستيقاظ ليلا أو تناول المأكولات بتلبية الشعور بالجوع أو رغبة في الحصول على سناك بعد العشاء أو حتى يمكن للتسلية، لكن معظم هؤلاء لا يعرفون ما قد تسبب هذه العادات من زيادة في أوزانهم، خصوصا إذا كانت ذات سعرات حرارية كبيرة. أكدت أغلب الدراسات بأن هناك ارتباط بين الذين يستيقظون خلال الليل وبين السمنة والبدانة. هذه العادة هي أحد أسباب زيادة الوزن. بنتكلم عن هالموضوع ونتشعب فيه أكثر مع الأستاذة نوال جواد الجزاف، اختصاصية التغذية العلاجية. صبحت الله بالخير، حياك الله معنا. صبحك الله بالنور، يا هلا فيك. نبي ناخذ هذا التقرير حول هذا الموضوع ونرجع نتناقش مع الأستاذة نوال. حياكم الله أستاذة نوال، شو العلاقة بين السهر وزيادة كمية الأكل؟ يعني اللي يقعدون وتلقينهم سهرانين، وخاصة يكون في وجبة عشاء يعني سواء كانت دسمة أو غيره، لكن في فترة السهر يكون في هناك أكل، سناكات، مأكولات خفيفة، والبعض يطلبها دسمة. شنو هي؟ هل هي نفسية بس؟ بداية عملية السهر خصوصا في الفترة الصيفية لاحظها أكثر شيء عند الناس اللي ماخذة إجازات أو حتى بين طلبة المدارس. السهر نفسه يخرب الساعة البيولوجية اللي موجودة في جسم الإنسان. الآية الكريمة وجعلنا الليلة سباتة وجعلنا النهار معاشا. الساعة البيولوجية فعلا تتحكم في التحكم في عملية السهر وأثرها على تناول الأطعمة. طبعا هذه الساعة البيولوجية اكتشفوها أنها هي موجودة في الدماغ، وهي اللي تتحكم في إرسال الإشارات العصبية والهرمونات اللي موجودة. وعندنا أهم الهرمونين اللي هم شغالين على الأكل اللي هما الليبتين والجيرلين، اللي هو يسمونه هرمون الشبع وهرمون الجوع. ففي دراسات أكدت أن الناس اللي تسهر وايد يبدي عندها هرمون الشبع يقل، فيبدي هرمون الجرلين يرتفع يكثر، فبالتالي تصير النهم على تناول الوجبات وخصوصا الوجبات الدسمة. مو أي وجبة، يعني مو واحد سهران ومواصل، وحتى يعني قلة النوم، الناس اللي تنام أقل من 8-7 ساعات اكتشفوا أنه مو بس هالهرمونات تتلخبط، ايضا الانسولين. وسووا دراسه امريكيه على بعض الاشخاص، اكتشفوا ان عامل زياده الهرمون الانسولين لضخ كميه كبيره من السكر، او الناس اللي ممكن يكونون عرضه للاصابه بمرض السكر من النوع الثاني نتيجه تناول كميات كبيره من الاكل، صارت عندهم هني لخبطه في ايضا في الانسولين، فمن كذي صارت زياده في الوزن. أنا قبل لا أدخل في سؤالي الثاني أستاذة نوال، الجهاز قدامك ومشبوك عندنا على الشاشة الرئيسية، متى ما حبيتي تستخدمينه قولي لي في أي سؤال. السهر، طيب السهر قدام التلفزيون، تدرين أن السهر أحيانا يكون الأكثر نسبة والأعلى نسبة تكون أمام شاشة التلفزيون وأثناء خاصة مشاهدة الإعلانات اللي تحتوي على أطعمة وأطباق لذيذة، هل يزيد فيها الشعور بالجوع وبالتالي يؤثر تلقائيا على تصرف الفرد؟ طبعا، يعني انت الحين حتى لو رايح السينما اول شيء يروحون الكافتيريا يشترون، يمكن يخلص الناتشز وهذا قبل لا يبدا الفيلم، على ما يطالعون الدعايات النص ساعه ربع ساعه نفس الطريقه. ففي عمليه حتى نفسيه وارتباط ما بين انت الحين لو تكون وايد جوعان او سهران ومو نايم ومرت عليك كذي دعايه وجبه لذيذه ومشهيه، سبحان الله حتى اللعاب يبدا هني يفرز ان انا جوعان. ايضا الرسائل العصبيه للدماغ تفرز ان انا يا هرمون الجوع اشتغل معي. فايضا في علاقه طرديه ما بين مشاهده التلفزيون حتى اثناء اللعب، اللي هالحين كلها سهاره للصبح على الالعاب او الهواتف الذكيه والالعاب البلاي ستيشن وغيرها، فنلاحظهم يطلبون وجبات. يعني منو اللي قاعد في البيت؟ الام موظفه ولا الاب موظف نايمين؟ فاسهل طريقه يا ريت سناكات خفيفه او صحيه
وراح نشوف مع المشاهدين بعد شوي بعض انواع السناكات. خلينا نشوف ما دام تحدثنا عنها. مثلا على سبيل المثال عندنا هنا جزء من بس ابي اشوف العصاير. نعم. اسهل شيء في الثلاجه ياخذون العصير. طيب. عطشان ما يشرب ماء. من المهم جدا ان الواحد يكبح الجوع بالماء. طيب. لانه يسمونه الجوع الوهمي. فانا مجرد ما اشرب الماء انا هني وخرت احساسي في الجوع وايضا مليت معدتي. استوقفك عند هالنقطة علشان المشاهد يكون معانا فيها ونكون دقيقين فيها. يكون أهم شيء أنه ما أخذ وجبته الرئيسية كعشاء، يعني نتكلم عن السهر، العشاء يكون ما أخذه. المشكلة الحين ما في عشاء. ما أنا شخصي ده أنا أقصد أنه لما تقولين الجوع أنه يكون متعشي وجبته الرئيسية هذه خذاها، بالتالي تالي الليل هذا الجوع اللي أنت تسمينه هو جوع وهمي، يمكن يعني الاستعانة بماء. ممكن. وايضا ممكن في ناس ما تكون متعشيه، هو قالب نومته وقاعد المغرب، من قاعد المغرب اكل وجبه واحده اساسيه اللي هي وجبه سريعه او وجبه البيت نفسها، وقعد سهر يبي يكمل. احنا الانسان الطبيعي نقول له اخذ ريوق، اخذ وجبه خفيفه، اخذ غدا، اخذ وجبه خفيفه، واخذ العشاء. يكون فتره العشاء ما بين فتره النوم لا تقل عن ساعتين الى 3 ساعات. لكن الناس السهاره وحتى اللي متبعين حمية غذائية، لو نقول له أنت لا تتعشى ثمان والأخ يسهر لثنتين راح يوع. فلازم أنا أحط بدائل. فدائما الشباب أو المراهقين يتوجهون مو للماء، للمشروبات الغازية أو العصائر. أيه. مثل ما قاعد نشوف العصائر عندنا 3 أنواع، عندنا العصير الطبيعي وعندنا النكتار وعندنا الشراب. أول واحد اللي هو 100% اللي هو الطبيعي، اللي هو يعتبر اللي هو البيور اللي هو الطبيعي، هو افضل انواع. ولكن احنا ما نحبذ الناس او الناس تشرب عصير وايد، حتى منظمه الصحه العالميه اكدت عشان السكريات. لان اي شيء سكريات انت تاخذه مجرد مع الوقت راح يبدي عمليه الحرق راح تيوع زياده، فجسمك يبي سكريات زياده. ولكن كاختيار الافضل ان اخذ من عقب الماء اذا ابي عصير او هو حبه فاكهه افضل. لكن كاختيارات الصحيه للعصير اخذ ال 100%. النكتار اي وراها اللي هو النكتار عباره عن من 30 الى 60 نقول 70% اللي هو من لب الفاكهه وضايفين له ماي. زين. الشراب اللي هو ما منه فايده اللي هو شفت ايش كثر القفشه الصغيره؟ 5% يعني 12.5 ملي. يعني ان كان ولا بد فعليه ان ياخذ اللي هو 100%. 100% هو الافضل. ولكن كإذا في ناس تشرب عصير عصيرين، العصير ما فيه الياف ما راح يكبح الجوع. فلما اكل حبه فاكهه او احط سناك صحي افضل من انا اتناول العصير او حتى المشروبات الغازيه حتى لو كانت دايت. لان السكر اللي موجود حتى لو كان سكر مضاف او سكر للرجيم او سكر زيرو سعرات حراريه، الجسم راح يتعرف عليه انه سكر، والانسولين راح يدافع عن نفسه كانه هو سكر عادي. طيب في صوره اخرى؟ عندنا مثلا السناكات. يعني ممكن انا خلال سناك 400 سعر حراري موجوده هني، مثلا كوب النفيش. طبعا النفيش الحين انواع، في بالكراميل وفي بالجبن بالفلفل وفي بالعسل. لكن احنا ننصح اللي هو العادي، شلون الاوليين شلون يسوون الطبيعي اللي ممكن اذا احط وياه زيت وليس زبده. ممكن هي بديل صحي افضل من رقائق البطاط اللي هي تعتبر غنيه في الدهون المشبعه. ايضا المكسرات تعتبر خيار صحي، خصوصا المكسرات الرو النيه. ممكن الواحد ياخذ له جوز، ياخذ له لوز. طبعا السبال او الفول السوداني هو فيه نسبه سعرات حراريه عاليه ودسم، فيها فيتامين كلهم فيهم بروتين، فيهم فيتامينات وايد مهمه حق الجسم. وايضا الزيوت اللي موجوده في المكسرات افضل من الزيوت اللي موجوده في الشيبس وغيره. اللي بعده مثلا في عندنا من الصبح يحبون والفير يروحون يقلوا لهم بطاطا ويطلبون من المطاعم، فنشوف هنا هذا الصحن اللي هو عباره عن 360 سعر حراري من الشيبس. ممكن انا بداله اقدر اكل الى 4 أكواز من الذره. يعني تخيل انت لو تاكل واحده راح تشبع، لان الذره فيها الياف. طيب. اي فتعطي شعور بالشبع، تعطي امتلاء للمعده. عكس لما انا اكل الشغلات اللي ما فيها الياف، فقط دهون او فقط من السكريات. عندنا هني الفواكه بديل عن شنو؟ الجلي. شفت الجلي الصغير اللي هاللي ياكلونه فوق؟ اي
هذا الجلي الصغير العلبة الصغيرة واليهال يأكلون ترى أكثر من نوع جلي خلال اليوم، فهذا الجلي اللي فيه 200 سعرة حرارية تعادل لي تقريبا أناناسة واحدة، تعادل لي نص رقية. طبعا أنت ما تقدر تأكل أناناسة بروحك، ولا تقدر تأكل نص بطيخة بروحك، ولا حبتين شمام، ما حد يقدر بروحه يأكل شخصي. لكن بوريك السعرات اللي موجودة في هالفاكهة الغنية أفضل من الجلي أو السكاكر الحلوة اللي يأكلونها اليهال، اللي تأثر ترفع الإنسولين عندهم بنفس الوقت تخرب أسنانهم بنفس الوقت تزود الوزن. في شيء آخر ولا بنوقف عنه؟ هذا نفس الشيء الكب كيك. طيب أوكي. الكب كيك نفس الطريقة، في تقريبا 770 سعر حراري أو 20 سعر حراري. يعني شفت هذه الكب كيك الصغيرة اللي نستهين فيها، شوف الفاكهة اللي يمها، أكل كل هذيلة سعرات الحرارية هذه مالت مجموعة الفواكه هذه تعادل هالقطعة الصغيرة اللي أنا مستهينة فيها. وهذه مفيدة لي أكثر من هذا. طبعا طبعا هذه بالنسبة حقها. بنتكلم عن الدراسة، هل في دراسة أجريت في الكويت تبين أثر السهر على موضوع زيادة الوزن؟ بالنسبة حق السهر، يعني في دراسة شخصية أنا عملتها بالتعاون مع مركز اليرموك الصحي وبالتعاون مع المدينة الصحية اللي هي تعتبر اليرموك أول مدينة صحية في الكويت. دخلنا مدارس الحكومية في منطقة اليرموك ومشينا الطلبة والطالبات من عمر رياض الأطفال كافة المراحل من عمر 5 سنين للي يتخرج من الثانوية، مشيناهم على برنامج غذائي وبرنامج رياضي خلال الفترة الأولى اللي هو الكورس الأول بالمدرسة. عطلوا العطلة الصغيرة، اكتشفنا أنه زاد وزنهم، نزلوا صار في لخبطة، زادوا. ردينا الكورس الثاني لهم بدوا يتحسنون، بالعطلة الصيفية رد زاد الوزن. فهني معناته أن تغيير نمط الحياة، مو معناته أن أنا لازم ألتزم بحمية غذائية، لكن تغيير نمط الحياة وايد مهم أن أنا ألعب دور، مو بس تغيير نمط الحياة أن أنا أمشي على حمية ولا أمارس رياضة، أيضا النوم جزء أساسي، أن الواحد لازم ينام على الأقل فوق 8 ساعات في اليوم. لو رحنا إلى موضوع أولياء الأمور في مثل هذه الفترة، أغلبهم يواجه صعوبة في التحكم في الوجبات الغذائية لأبنائهم في العطلة الصيفية، خصوصا في الفترة المسائية، بعضهم يعني موبايله موجود معه والولي الأمر سواء إجازة أو غيره متعود على أنه ينام في ساعة معينة، دق تليفون وتوصيل الطلبات. شلون بالإمكان تدارك هذه المشكلة، خاصة في مسألة أنه ما يكون في هناك زيادة وزن أو تأثير سلبي على بقية أعضاء الجسم؟ هي المشكلة احنا دائما نقول أن صحة أبنائنا هو اشتراك مجتمعي، مو بس أنا أحكم على الشاب نفسه وأعطيه اللوم أن أنت سمنتك من أكلك ومن سهرك، أيضا دور الأسرة وايد مهم. الأسرة، أنا دائما أشبه ودائما محاضراتي لأولياء الأمور أشبه عيالنا بالنبتة، شلون النبتة تحتاج السماد الجيد والماء تهتم فيها ليه من تطلع على سطح الأرض اللي هي تبدي النبتة تكبر. هني نفس الشيء، الطفل أنت معودة على أكل معين، صار عمره 2 سنين للحين أنت مسيطر على الموضوع، من بداية تقريبا دش الروضة هني يبدي ياخذ أكل وياه. وللأسف وأنا دائما أقولها في محاضراتي، أغلب رياض الأطفال يمهم الفرع أو الجمعية. صح. فداش الأصبي قبل لا يدش المدرسة راح الفرع، قبل لا يطلع من بالهدة نفس الطريقة، غير الباعة المتجولين اللي موجودين، فياخذ كمية كبيرة. أيضا تأثير الخروج الياهل طلع من، ويا ريت لما يروحون للفرع ياخذون لهم شيء مفيد، قاعد ياخذون العلج والكاكاو والحلاوه والشغلات اللي غير مفيده. في بس اساس انه ما الوقت، اذا في صور بتتكلم عندنا هنا مضاعفات السمنه طبعا اللي تؤدي الى مرض السكر، وانت احنا الحين شايفين احنا الكويت عالميا وصلنا احنا اعلى درجه حتى السكر. السكر في دراسات في مركز دسمان للسكري ان احنا الارقام قاعد تزيد للاسف في السكر، ارتفاع ضغط الدم، مثل ما قلنا السمنة هي مفتاح
اللي بيبان وايد. أيضا في ارتباطات، دراسات أخيرة أكدت ارتباط تناول السكريات بأمراض السرطان، خصوصا السكر. من كذي احنا نحاول نقلل استهلاك السكر بكل أنواعه، سواء السكر الأبيض، السكر الأسمر، السكر المضاف، آلام المفاصل. يعني نلاحظ الشباب خصوصا لما نزلنا ميداني في المدارس تبدي السمنة الصراحة عندنا بين طلبتنا من الصف الرابع الابتدائي، يبدي الكرش، يبدي الأوزان تزيد. لاحظنا فترة المرحلة المتوسطة بدأ الرقم يزيد، متى لاحظنا شوية يبدي شوية يحس على قولتهم ويبدي يدارك الأمر؟ لمن قبل لا يتخرج. لاحظنا اهتمام دخول الأندية واهتمامنا في الرجيم والحمية يبدي هني، لأنه خلاص أنا بتخرج، بدش الكلية، وراي جامعة، البنت تفكر في هندامها، في شكلها، في مستقبلها. فيبدي هني فعلا لاحظنا النسب بدأت تتراجع في منطقة، في مرحلة الثانوية. تفضل. عندنا أيضا أسباب السمنة الأساسية اللي هي النمط الحياة الخاطئ، اللي هو من المهم التجزئة. الحين عيالنا يسهرون للصبح، يحط راسه وينام يقعد المغرب، ياكل وجبة وبالليل مثل ما قلت يخربط. فإحنا محتاجين إلى تنظيم الوجبات. ما يخالف ما تبي تنام، أنت لازم تنظم وجباتك، تاخذ حتى لو قعدت من النوم ما تاكل وجبة عالية بالسعرات الحرارية، تبدي نفس الريوق، تاكل وجبة بسيطة بعدين تتدرج في الوجبات. أتمنى إن شاء الله أن خاصة أولياء الأمور والراشدين العقلين اللي فهموا معنى هذا الكلام وعواقبه أن يستفيدوا من هذه الفقرة. في الختام أشكر الأستاذة نوال جواد الجزاف، اختصاصية التغذية العلاجية. شكرا لكم. حياك الله يا هلا. فاصل.